في قرآنيات، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أهلا بك أخت فرحة، إيه رأيك شو في الآية دي؟ الحلوة ده. كلام حلو مش كده؟ نعم صحيح. إيه رأيك في على أرض الواقع، هل ده تم الكلام ده؟ نعم، في الحقيقة فعلا هذا الكلام موجه من قبل الله افتراضا إلى المسلمين، بأن المسلمين كانوا على خلاف. هو يقصد به أن الأنصار كانوا متفرقين، وجاء الإسلام وألف بين المسلمين يعني في جميع طوائفهم وجميع قبائلهم، فأصبح المسلمون إخوانا. ولكن فعلا هل التاريخ بيثبت على أن المسلمين كانوا في أي مرحلة من مراحلهم إخوانا؟ منذ اللحظة الأولى لوفاة محمد لم يحدث أي ما يدل على أن المسلمين كانوا إخوانا، اختلفوا من اللحظة الأولى لوفاة محمد. يعني قبل وفاة محمد كان رابطهم كده يعني دون يعني أي مشاكل؟ لا، هو نحن نقول بأن تفاقمت المشاكل بعد وفاته، لأنه أكيد كانت المشاكل حاضرة. من لحظة تم الخلاف بمن يجب أن يحكم بعد وفاة محمد، من يستحق الخلافة؟ وما زال هذا السؤال، من هو الخليفة حتى يستحق يومنا هذا؟ السنة يقولون بأن المنطق يقول بأن أبو بكر كانوا صاحب رسول الله أو ثاني اثنين، والشيعة يقولون بأن أبو بكر اغتصب الخلافة، ومن يؤمن بحق أبو بكر والشخص ناصبي أو كافر. فيما بعد اختلف المسلمون أيضا بطريقة الحكم، وتم قتل عثمان خلال ثورة المسلمين، قالوا بأنك استبدت بأموال المسلمين، وجاء سوار من مصر ومن بلاد الشام واغتالوا عثمان، وحاول طبعا معاوية أن يدافع عن عثمان من بلاد الشام. فيما بعد عندما جاء علي دخل في صراع علي مع زوجة محمد عائشة في معركة الجمل الشهيرة الذي قتل فيه آلاف المسلمين. بعد عائشة دخل علي في صراع مع معاوية في معركة صفين وقتل فيه آلاف المسلمين، ثم تم اغتيال علي، ثم استمرت الخلافات قائمة على قدم وساق الحروب الدموية بين المسلمين. على الصعيد الفقهي بنلاحظ أني حتى مو فقط التاريخ يعني أكد أن هذه الآية غير صحيحة، حتى الفقه الإسلامي بيقول غير صحيحة. الفقهاء السنة يقولون بأن الشيعة كفار، ويقول بعض فقهاء السنة بأنه لا يجوز التزوج من النساء الشيعيات، ولا يجوز أن يؤكل من ذبائحهم، ولا حتى يجوز أن نقبل التعاشر أو التعارف معهم. والشيعة عنده كمان شيء مقابل، قالوا بأن أيضا الناصبي المقصود فيه الشيعي هو شخص كافر، يحل دمه، يجوز قتله، يجوز الاستيلاء على ماله، وأيضا بشرط أن يتم دفع الخمس إلى الإمام. يعني الاثنين بيكفروا بعض. نعم. الاثنين بينجسوا بعض. نعم. يعني كل الناصبي أو خلينا نقول السني نعم. بيقول على الشيعي رافضي ونجس، وبرضو الشيعي بيقول على السني إنه ناصبي ونجس. نعم. والاثنين حلال دمهم. متنام. يعني كل واحد فيهم بيحل دم الآخر. نعم، فقهيا وتاريخيا هم أعداء. حتى يومنا هذا. حتى يومنا هذا. والعداء مستمر. طيب، يبقى هذا ما جناه محمد لما قال إنما المشركون نجس. نعم. فالذي يزرع الإنسان إياه يحصد، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. ده الآية الأخيرة دي، ده اللي قالها المسيح وتحققت. يا مسلمين، كل ما زرعه محمد بيتحقق فيكم، ارجعوا إلى المسيح. المسيح قال أحبوا عداءكم، باركوا لعنيكم، لأن كل الذي بالكيل الذي تكلون به سيكل لكم. ارجعوا للمسيح، المسيح هو الحق والطريق والحياة. شكرا يا أخي.